جياز دي حروف محفوظة من زمان ولاد القيمة بالأصل والشان حكاية ما صغر في دل شاميخان في زمان الغدر وكثرة الأحزان في زمان الغدر وكثرة الأحزان معليش نتمرد والتهري ليسونسيال الغالي ما يطير صح فينا العقل فينا نغري عطيونا حي الكريمة ترجع لي يمكن الكري وترجع لجيازي النيفو ديالها ويا ربي وهز علينا هذا الوباء هذا باش ديمارا جيازي وبربي ان شاء الله العام الجاي في الناسيونال نحكي كلمه على محمد النوش النوش ربي يشفيه ويعافيه وربي يرجع له صحته باش نوليو الصاد نغني وانا وياه ان شاء الله السلام عليكم وحروف العشرة كتفيدا في البال السقسي والخضرة اللي كيف نقلال محال وجامين السلام محمد وصل كل المبادرة هذه من الأحباب الله يرحم والديهم ويعطيهم الصحة وما ننساهمش وربي يعيشهم إن شاء الله وربي يعطيهم ونطلبوا الجهاز يطلع مصر محمد سيليسين دي سيبورتور لا جي اف دي محمد نعرفو دوبوي كو جيتي اون فوم لي كنت صغير وانا نعرف محمد في مدرجات كرة القدم مناصر فريق شبيل جيجل مناصر وفي مناصر ينتكل مع الفريق يعني مهما كان الكسمة اللي يلعب فيها فريق جيجل أنا محمد غني عن التعريف الواحد خلص طاد وما شوفوش لنا طيبين من المناصرين الأوبياء لشباب جيجل ربي يطور في عمره وربي يشفيه إن شاء الله كما كنت لاعب في الفريق ربي يطور له في عمره إن شاء الله وربي يبارك له في ولادته إن شاء الله محمد لي نيت با بريزونتي سي ان مور ديال لافالرون سيبورتر اشابي ديال النمره من بكري ومازال ربي يشفيه ان شاء الله محمد فيرون سيبورتر ديال جي اف دي من بكري مازلت شافي نهار كنت نلعب انا في لي زاني 80 وهذيك محمد كان سيبورتر اشرني تاع جي اف دي كما قال محمد ان شاء الله يتمنى الحلم ديالو والنمره السعوديه اللي مكانها الكسم الثاني ولا الاول ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل هو ومعنا هنايا او فورم وان شاء الله يتمنى ان شاء الله ربي يزيدو هذاك اللي باع الوصايا يجيبوا ليا وشحال
ديالو ويحفظ والديكم ويرحم لي زونسيان جوار وبارك الله فيكم وان شاء الله تطرى الجهاز ديال الناسيون ان شاء الله وربي يعاونكم ان شاء الله وربي يعطيكم وإن شاء الله هذا وقفنا وحده حتى تطلع جيازدي وتكون إن شاء الله بلوني فو إن شاء الله. وإن 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 شاء الجنة من بري عندنا بزاف ما شفناهمش حتى كيناهم اليوم النوج عميد عندي المناصرين مليح حتى عليه تريبيت يا خويا شيت نقدروا نديروا هذا وشيت نقدروا ان شاء الله ربي يشفي ان شاء الله هذا ما كان ربي يكثر ان شاء الله من بعد نشكر الاخ مصطفى اللي كان بهذه المبادره يعني وكل المبادرات التي تصب في صالح شبيب جيجل المناصرين ديالها واللاعبين هي مبادره مباركه ان شاء الله واليوم تلاقينا باللاعبين القدامى يعني وذكر بالاخص خويا العربي والطف يعني زمان والجيل الجديد ما يعرفوش يعني وعاش تجربتين يعني دو زاكسيسيون ناسيونال عندنا لي جوار اللي عطاو الجياز لي بزاف معنا خونا كمال جافري مصطفى مندري لاعبين اخرين هم هنايا وشفنا هنا المناصر الوفي ديالنا الرمز محمد النوش الله يبارك ربي يشفيها وهنا تلاقينا بلاعبين اخرين بالانصار الحمد لله المبادره طيبه جدا خونا بكاسم اليوم وتلاقيناه وكاسم مرحبا بك وهنا كانت فرصه وكل مبادرات كما قلت طيبه يعني تكون في تصب في صالح شبيبة الجيجليه السلام عليكم نشكر خونا مصطفى على هذه المبادره يعني الكلمات اللي يكون بهم اعتراف المجهودات اللي كانت بها سواء مسيرين او لاعبين او مناصرين قدماء نتمنى له التوفيق وبارك الله فيه السلام عليكم نشكركم على هذه المبادره وراني فرحان كي ما نسيتوناش وان شاء الله نزيد نتمنى ونزيد نعاودو تكون جيازي في القسم الاول ان شاء الله وحنا وهنايا بالدوم ان شاء
شاء الله نزيدوا نتلاقى وتكون خير من هذا نتلاقى فرصة أخرى إن شاء الله. ونشكركم على هذه الدعوة. نشكروا الأخ مصطفى لونيس على هذه المبادرة اللي راه يخدم يعني العام كامل وهو يخدم في هذه المبادرات يعني نتمنى إن شاء الله النجاح ونتمنى النجاح الفريق شبيب جيجل إن شاء الله العام هذا إن شاء الله نتمنى بالأكسيسيون أون ديفيزيون إن ولما لا. مصطفى يعطيه الصحة عام كامل هو يجري وتعب زار ناس وفرح ناس يا خويا ربي يحفظه بارك الله فيه ويعطيه الصحة وحنا وهنا معاه واقفين معاه إن شاء الله يزيد يكمل هكذا المشوار تاعه وما يفشلش ويعطيك الصحة مصطفى إن شاء الله. نشكر أخونا مصطفى على هذه المبادرة ونتمنى الصعود لشبيب جيجل والشفاء لجميع الأمة المسلمة وخونا محمد إن شاء الله. نشكر خويا مصطفى ويعطيه الصحة ويرحم والديه من لي زونسيان جوار وعندنا بزاف ما شفناهمش وإن شاء الله تطلع الجيازي واللي كي الأول وذهبت مع لي كارتي بدهم الجيازي بدهم لعبت بكريمة مع مارسي واللي ما عكش الجيازي ماشي حاب بنادم وتحية الجيازي.